بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل العمارة اللي موجود فيها الشقة بتاعة النهاردة. دي عمارة ناصية على شارعين، شارع 8 متر وشارع كمان جانبي 6 متر. شقة النهاردة هي اللي في الناصية، يعني بتبص على الشارعين. ده كده يا جماعة المدخل بتاع العمارة اهو، مدخل واسع شيك، شكله حلو كل رخام. وبعد ما نطلع الكام سلمة دول بيجي لنا هنا اتنين اسانسير، دول كده الاتنين اسانسير اهم، الاتنين شغالين. ده كده شكل المدخل بتاع العمارة. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 130 متر تحت العجز والزيادة، 3 غرف وريسبشن ومطبخ وحمام. أول حاجة بيجي لنا عداد الكهرباء، عداد كهرباء جديد اللي هو الكارت يا جماعة. يلا بقى نبدأ نخش برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. أول ما بندخل كده يا جماعة بيجي لنا الطرقة الصغيرة دي، وبعد كده على اليمين بيجي لنا الريسبشن. ده كده يا جماعة ريسبشن قطعتين. الشقة طبعا تشطيبها زي ما حضراتكم شايفين كده يعتبر تشطيب لوكس عادي. ده كده الريسبشن. على فكرة يا جماعة بالمناسبة برضو، يعني انا جيت دلوقتي والنور قاطع، فالنور او الاضاءة اللي حضراتكم شايفينها دي كلها يعني نور ربنا اللي جاي من الشبابيك العادية. يعني بص اللمبات اهي مطفية اهي مفيش نور، فمعنى كده ان انت لغاية المغرب الشقة بتاعتك منورة، ممكن ما تستخدمش حتى ايه كهرباء خالص. ده كده يا جماعه ريسبشن، ده ريسبشن قطعتين. هنا كده عندي فتحه مناوله جايه من عند المطبخ، بس هوري لحضراتكم فيها حاجه حلوه دلوقتي، هوريها لكم بس من جوه، هنقول عليها واحنا جوه. هنا كده طرقه التوزيع اللي بتودي على الغرف وبتدخلني على المطبخ والحمام من جوه. تعالوا نشوف الاول الفيو من الريسبشن وبعد كده نخش نشوف الغرف معانا. ده كده يا جماعه الفيو بتاعنا اهو، بيو مفتوح مفيش حد قدامي. اللي قدامي هناك دي مدرسه زي ما حضراتكم شايفين كده، وده طريق رئيسي اهو، فمفيش حد قدامك اهو يا جماعه. ده شارع خلفي عرضه 12 متر تقريبا. يلا نرجع نكمل بقيه الشقه. طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. الشقه دي يا جماعه ما شاء الله جميله وسعرها حلو كمان. تابع معايا الفيديو للنهايه هقول لك كل التفاصيل بتاعتها. تعالوا بقى نخش كده على طرقه التوزيع. على اليمين كده بتجي لنا غرفه، وعلى الشمال بيجي لي غرفتين والمطبخ والحمام. تعالوا الاول نشوف الغرفه اللي على اليمين وبعد كده نرجع نكمل باقي الغرف معانا. دي كده يا جماعه الغرفه الاولى اهي، دي مساحتها تقريبا 3 في 3 ونص الصافي يا جماعه، المساحه اللي انا قلتها اللي هي ال 130 دي اللي هي تحت العجز والزياده. انما المساحات اللي انا بقولها على الغرف دلوقتي دي اللي هي المساحات الصافي. ده كده برضو الشباك اهو بيجيب لنا نفس الفيو، نفس الفيو بتاع الريسبشن اهو، المدرسه والطريق اللي انا وريته لحضراتكم. وهنا كده عندي البلكونه، في عندي بلكونه برضو هنا هنخش نشوفها. دي بلكونة دائرية اهي، دي بتبص على شارع جانبي كده ايه 6 متر. وهنا طبعا لان الشقة تعتبر ناصية ده كده على البيو المفتوحة. تعالوا نرجع نكمل تاني بقية الشقة معانا. كده شفنا اول غرفة، بعد كده نخش على الغرفة التانية. دي كده الغرفة التانية اهي، دي مساحتها تقريبا 3.5 في 3.5 اهي يا جماعه، بجيب لحضراتكم المساحات وكل حاجه بالتفصيل بحيث ان اللي يشوف الفيديو يبقى شاف كل حاجه بالتفصيل. اذا الشقه مناسبه ليك حضرتك بتشرفنا وبنحدد موعد وبتيجي تتفرج عليها، اذا مش مناسبه فانت ما خسرتش حاجه، انت شفت كل حاجه وفي نفس الوقت قدرت تقيم الشقه بتاعتنا. دي كده اهي الغرفة، ده الشباك بتاعها على الشارع اللي هو الستة متر اللي احنا شفناه دلوقتي من البلكونة. دي كده يا جماعة الغرفة التانية.
بحابب بس أكد على حضراتكم يا جماعة مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء. الناس اللي بتتصل علينا قبل كده أو بعد كده ومش بنرد وبيزعلوا، يا جماعة أنا بأكد لحضراتكم على مواعيد العمل. هنا كده بقى الغرفة الثالثة أهي، دي برضو تعتبر 3.5 في 3.20 متر 3.30 متر تقريبا كده أهي يا جماعة. الغرفة أهي تشطيب أهو، سيمبل، تشطيب بسيط، تشطيب اللي بنسميه لوكس، اللي هو بيكون كرانيش عادي، مفيش بقى جبسن بورد، مفيش ديكورات عاليه، مفيش كده، تشطيب سيمبل وبسيط. وبرده من هنا الغرفه دي بتبص برده على نفس الشارع اللي هو الستة متر اهي يا جماعه. الغرفه دي اهي بجيب لحضراتكم مساحتها من جميع الاتجاهات اهو يا جماعه، دي كده الغرفه الثالثه. تعالوا بقى نشوف المطبخ والحمام واقول لحضراتكم على الحاجه الجميله اللي عجبتني في الشقه دي. تعالوا نشوف الحمام الاول، ده الحمام اهو، دي المساحه بتاعته، واخد بانيو مستريح اهو، ده شكل اللون بتاعه اهو باين، اللي هو اللون البيربل اهو باين يا جماعه اهو. وده الحمام، عفوا ده البانيو، مساحته حلوه، ده بانيو 180 يا جماعه. تعالوا بقى اوري لحضراتكم الحاجه اللي انا قلت لكم عليها. بصوا يا جماعه، فتحه المناوله دي اللي هي المفروض ان فتحه المناوله الطبيعي بتاعها ان هي بتتعمل بتكون جايه من المطبخ، دي بقى حلاوتها ان هي مش في وش المطبخ مباشره، دي كده في وش الايه؟ في وش الحيطه دي او الجدار ده. بعد كده نخش على المطبخ، يعني الجمال بتاعها ان هي مش في وش المطبخ مباشره، يعني ست البيت تبقى واقفه في مطبخها اهو يا جماعه. المطبخ اهو، اهو المساحه بتاعته اهي، مساحته حلوه على فكره، ده برضو نفس لون السيراميك بتاع الحمامات، نفس اللون برضو اهو، دي مساحته اهي، ده الحوض بتاعه اهو يا جماعه. زي ما بقول لحضراتكم، بص فتحه المناوله فين اهي، بصوا يا جماعه باينه من هنا فين اهي، اهي مش مباشر على المطبخ، بحيث ان لو عندك ضيوف ما يبقاش ايه ست البيت تبقى واقفه في المطبخ محدش جارحها من الريسبشن. دي كده يا جماعه الشقه بتاعت النهارده. يلا راجع مع بعض بقى البيانات مره ثانيه كده بسرعه. الشقه مساحتها 130 متر تحت العجز والزياده، الشقه تشطيبها لوكس عادي بسيط سيمبل، شقه 3 غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ وحمام. الشقه في الدور الثاني، ودي تعتبر ميزه حلوه جدا، وفي لانها في برج 14 دور، بحيث لو النور قطع او حاجه زي دلوقتي كده، الوقت اللي انا جيت فيه ده فعلا النور كان قطع، طبعا طلعت على رجلي بكل سهوله جدا، ما عنديش اي مشكله. ناس كتير بتدور على الدور القريب ده عشان موضوع الاعطال بتاعه الاسانسير. الشقه يا جماعه فيها عداد كهرباء جديد اللي هو الجد، بالنسبه لعداد الميه مشترك مع العماره، بتيجي الميه وبتتقسم على السكان كلهم. بالنسبه للغاز، الغاز لسه ما دخلش العماره، ولكن الشاكوش بتاع الغاز موجود على باب العماره من تحت. الشقه يا جماعه دي مطلوب فيها 650 الف قابل للتفاوض البسيط. الشقه عنوانها زهراء مدينه نصر، بالقرب من السلاب، بينك وبين السلاب ماشي على رجلك بالظبط 5 دقائق تبقى في شقتك. وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حاله عدم الرد على طول ابعت رساله على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعه 1 ظهرا وحتى الساعه 9 مساء، والاجازه الرسميه يوم الجمعه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.